رحلة إلى باطن الأرض وكهف الرعب، حيث يقطن الجن ويمارس السحر الأسود. معظم كهوف العالم تكون لها قصصا خارج خيال الإنسان المعاصر، حيث أن بعضها يكون مأوى ومسكنا للجن والسحرة على حد سواء. خلال الدقائق المقبلة من هذا الفيديو سنذهب سويا في رحلة إلى أكثر كهوف العالم رعبا. كهف مجلس الجن بسلطنة عمان. يعتبر كهف مجلس الجن الذي يقع شمال هضبة سلمى بالقرب من قرية فنس بولاية قريات العمانية ثالث أكبر الكهوف الجوفية في العالم، وعرف تاريخيا بأنه بيت العائلة للجن. فمن حيث بعده عن البشر وصعوبة الوصول إليه وضخامة حجمه، أو كهف الصحراء بالمغرب. تعد من أغرب المغارات والعجائب التي وجدت على سطح الأرض، حيث يوجد داخلها مدرسة لتعليم فنون السحر الأسود. ويصف بعض المهتمين بالسحر المغارة بأن لها بابا تسده صخرة عظيمة، ولا تفتح هذه الصخرة إلا كل سنة سحرية ومدتها 9 أشهر، ولمدة يوم كامل منذ بزوغ الشمس حتى غروبها، حيث يقدم لها الراغبون في تعلم السحر الأسود، مؤكدين أن صخور دانيال تحتوي بداخلها أحجارا عظيمة ليست موجودة في مكان غيره. كل صخرة من هذه الصخور تضم طلسما سحريا يوضح لكل طالب كيفية خدمة الجن له، إضافة إلى الطريقة التي يجب استخدامها والاستفادة من خدمات الجن.
والطالب يبقى خلال 9 أشهر التي يقضيها في هذه المغارة في تأدية ما يطلب هذا الطلسم منه، وينكشف له شيئا فشيئا حتى يرى خادمه ويتحدث معه، ويأخذ الخادم عليه العهود والمواثيق ليظل في خدمته. كما أن دخول المغارة ليس كالخروج منها، فربما تهب نفسك في البداية للجن، ولكن وقت الخروج من المغارة ليس بالسهل، وإنما يعتمد على قوة الطلسم الذي كان يخدمه ذلك الشخص. كما أن الفشل في الخروج إما ينقل الشخص إلى عالم آخر، أو تتسبب في الإصابة بالجنون، أو حتى الحبس داخل المغارة إلى الأبد.